بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا بينا بقى النهارده في الفيديو ده نعرف ازاي نعدل الموديل بايندينج سلاج اللي في اليو ار ال. تمام، وعشان تفهم الفيديو معايا للاخر تعال احكي لك سيتويشن. دلوقتي لنفترض ان انا عندي هنا مقاله زي دي. طيب تيجي نفتح المقاله دي، لو جينا نفتح الارتكل دي جوه المقاله، طيب دلوقتي انا عايز اخد التايتل ده احطه في اليو ار ال. طيب لو جيت اعمله بالشكل ده وجيت احقن التايتل في اليو ار ال هيطلع لك هنا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، يطلع لك 15 وهنا في مسافه كده اللي هي البرسنتج العلامه 100% 20، وبعد كده احط يعني فاهم، يغير كل السبيسنج بتاعتك او كل المسافات يحطها بالشكل ده. بس رجع قال لك استنى، ده في الاس اي او وحش، في السيو وحش. طيب ايه الحل فيه؟ المفروض ان انا اغير المسافات ديت وغيرها لداش. هنا بقى تيجي النقطة، ان انا دلوقتي لو عدلت السلاج ده وحطيته بداش هعرف او هعرف لارافيل ان ده الموديل بتاعي ازاي. فاهم كلامي؟ هو ده اللي احنا هنقوله في الفيديو ده. بس قبل ما تابع الفيديو، لو انت على قناة اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك الفيديوهات اول باول. يلا بينا. دلوقتي احنا كده فهمنا السيتويشن بتاعنا. السيتويشن بتاعنا ان انا دلوقتي عندي البلوج بالشكل ده وعايز افتح الارتكل دي، عايز احقن التايتل ده جوه اليو ار ال نفسه، فبعمله هنا بالشكل ده. بس لما جيت اعمله طلع لك السبيسنج في البرسنتج ب 20 كده زي ما انت شايف كده، وبعد كده بيحط المسافات بتاعتك، وده غلط. ده اللي احنا مش عايزينه. احنا محتاجين بدل السبيسنج دي نغيرها ونحطها شرطه تبقى زي كده. تمام، يبقى زي كده. زي كده معناه ان هي دي كده بس ميزتها في الاس اي او بتبقى احسن شويه. طيب هعمل ده الكلام ده ازاي وهعدل السلاج ازاي؟ في هنا مبدئيا كده عشان تبقى واخد بالك، انا هنا عملت لك على كود اكسبلود في مقاله اسمها ابديت الموديل بايندنج سلاج ان يو ار ال، هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو، بص عليها هتفهم الكلام ده كله. طيب الموضوع ده هيتم بناء على 3 خطوات. رقم واحد، اول حاجه لازم اروح اعدل الراوت بتاعي علشان يقبل انه ياخد التايتل بتاع البلوج. تمام، طيب انا لو جيت هنا كده بالشكل ده ادي الراوت اهوت اللي انا بقوله. انا كنت قبل كده بحقل له البلوج بس او بحقل له البلوج بالاي دي بس. تمام، لا انا هنا دلوقتي هقول له اعمل لي بلوج واحقل لي البلوج واعمل لي نقطتين كده، معناه ان انا هقول لك على سلاج معين تاخده او اتريبيوت معين تاخده من البلوج ده، فبقول له انا هحقل لك البلوج بالتايتل ماشي، وتروح على الكنترولر الفلاني الفانكشن الفلاني، خلاص ما يهمكش الكلام ده كله. طب جميل، ادي اول خطوه. الخطوه الثانيه، دلوقتي لو انا جوه ملف البليد بقى، تمام انا جوه هنا ملف البليد اهوت وبعمل لوب على ده، ازاي احط هنا السلاج الجديد؟ ازاي احط التايتل الجديد؟ لو انا جيت هنا بص كده تحت، لو انا واقف هنا بص تحت على صفحة من تحت على الشمال هتلاقي بص ارتكل على 15 داش رياكت داش اب داش كده. هعمل ده الكلام ده ازاي؟ المفروض بقى وانا بعمل لوب على البلوجز دي او الارتكلز دي لازم ادخل اعدل السلاج بتاعها الاول، اشيل السبيسنج واحط الداش. تمام، وبعد كده احقن يعني ادي في اللينك بتاع اليو ار ال او في الاتش ريف دي اديله اللينك بتاع اسم راوت، النيمد راوت بتاع ده، النيمد راوت اللي هو ده، وبديله البارامتر الجديد اللي هو الايه؟ السلاج الجديد اللي انا عامله، اللي انا شلت فيه المسافات وحطيت فيه داش. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ تعال بص هنا جوه البليد ممكن تعملها بالشكل ده، ممكن تستعمل فيه هيلبر اسمه اس تي ار سلاج، والاس تي ار سلاج ده بيغير لك كل المسافات بتاعتك او كل الفواصل بتاعتك للحاجه اللي انت هتديها له. طيب انا دلوقتي جيت هنا جوه ملف البليد كده وبقول له اعمل لي والله كود بي اتش بي، انا هشتغل بها، هقول له يوز دي طريقه منهم على فكره، فاهم؟ انما الموضوع فيه اكتر من كذا طريقه، بس خلينا في الطريقه ديت بس افهم الفكره دلوقتي. وهقول له السلاج الجديد بتاعي اعمل لي اس تي ار واعمل لي السلاج، البلوك تايتل العنوان بتاعه غير لي بقى كل السبيسنج الحلو اللي فيه ده وحط لي مكانه داش بس. طب جميل، بص كده ده هيعدل لك الداش، انا كاتب لك هنا ملحوظه اهوت، ده هيعدل لك وهيعمل لك مثال كده. لو انت عندك ده اللي هو 15 رياكت اب ايدياز فور ديفلوبرز دي، ده البلوك تايتل، لا هيعدله لك وهيخليه لك 15 داش رياكت داش اب داش ايدياز بالشكل ده. طب جميل، طب انا دلوقتي حقنت الكلام ده وقام هو حاطته لك هنا في اليو ار ال، بس تيجي تفتح يقول لك انا اسف نوت فاوند 404. ليه السر؟ ما هو طبيعي جدا انت اصلا عندك ال 15 داش رياكت داش اب ديت دي مش موجوده في التايتل بتاعك في الريكورد في الداتا بيس، صح؟ انت اللي موجود عندك هناك ان انت عامل مسافه سبيسنج، انما هنا هو عامل داش. هتقرا الداش دي ازاي؟ دي النقطه بقى.
النقطه بقى هنا دلوقتي ان انا لازم اقول له لارافيل اعمل لي حاجه بحيث هات لي تايتل دهوت شيل لي الداش اللي انت عملتها ورجعها لي لاصلها، وبعد كده ادخل بقى على البلوج دور لي عليها من الداتابيز. فهمت؟ طيب انا دلوقتي ادي 15 داش اهيت، كل اللي انا هعمله بقى فيه هنا هروح هنا على الراوت سيرفيس بروفايدر في الماسود البوت، والبتاع دي الفانكشن دي انا اسف موجوده في هنا في الدوكيومنتيشن اصلا، هي موجوده بالفعل. لو دخلنا هنا على البيزكس، دخلنا هنا على الراوتينج، في هنا الموديل بايندينج، في الراوت موديل بايندينج من هنا الاكسبلسيت بايندينج اعتقد بالظبط كده، هي موجوده هنا هي اصلا تمام، بس انا هغير هنا شويه حاجات بس خلي بالك منها. عموما تعالى بينا نكمل. انا دلوقتي هروح على الراوت سيرفيس بروفايدر بتاعي وهضيف بقى كود كده اقول له خد لي التايتل من هنا ده شيل لي منه الداش رجع لي السبيسنج، وبعد ما ترجعه لي وتعمل لي الكلام ده ادخل لي بقى على البلوج دور لي على مين البلوج اللي فيها التايتل بتاعها بالشكل ده وهتهين تمام. طيب انا دلوقتي هدخل على الراوت سيرفيس بروفايدر تمام. خلي بالك كده الديت اللي احنا قلناها بعد ما عملت النيو سلاج قمت رايح هنا ضايفه في الاتريبيوت الاتش ريف اهوت بالشكل ده، وقلت له ان البلوج بتاعي يحط لي السلاج الجديد ما حطليش البلوج اوف التايتل. فهمت كده؟ طيب جميل. بعد كده هروح على الراوت سيرفيس بروفايدر في جوه البوت الماسود اللي اسمها البوت تمام، هحط الفانكشن دي. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بقول له استدعي لي الراوت. الراوت ده لما يبقى فيه بايند، لما يبقى معمول له حق لحاجه اسمها بلوج، وهو ده اللي فعلا اللي حصل دلوقتي صح، مش انا جيت هنا في الراوت عملت له قلت له على داش بلوج اوف التايتل صح كده، يبقى انا بقول له لما يجي لك لما يبقى الراوت معمول فيه بايند اسمه بلوج هات لي الفاليو بتاعته، والفاليو دهيت بص بقى كده رجع لي البلوج اللي التايتل بتاعها العنوان بتاعها فيه، عملت له هنا بقى فانكشن كده اسمها الاس تي ار ريبليس غير لي بقى الداش بالفاضي بالمسافه ورجع لي الفاليو بتاعتي. طيب العمليه دي على فكره كانت ينفع تتم على مرحلتين، انك تيجي مثلا تقول له ان الاساسي لوحده ادي الاس تي ار اهوت بتاعي هقول له غير لي الفاليو اللي جات لك دهيت غير لي الداش لمسافه وحطها لي مثلا في فاريبل او حاجه، وبعد كده هقول له اعمل لي ريتيرن بقى للبلوج وير ان التايتل بتاعي بتساوي الفاليو اللي جايه من هنا تمام، وهقول له فيرست اور فيل هتهالي يا اما رجع لي 404 ان انت مش موجود. طب جميل. بعد كده هتيجي بقى تشتغل هنا وتقول له اعمل لي 15 داش رياكت هيفتح لك البلوج بتاعتك بالظبط. فهمت كده؟ ادي الجزئيه دي. طيب نيجي بقى على جزء تاني بقى هنا كده احنا عملناه، لو انت الناس خدت بالها منه ايه فكره اللايك وايه فكره البرسنتج دي، تعالى بينا اقول لك. انا هنا عندي مقاله بالشكل ده فيها علامه الاستفهام دي. علامه الاستفهام دي لما تيجي تعمل لها بالاس تي ار بالهيلبر علامه الاستفهام دي مش هتطلع خالص تمام. فانت لو جيت تقول له وير ان التايتل بتاعي، فانت لو جيت تقول له وير ان التايتل بيساوي على طول اللي راجع من الاس تي ار ريبليس فيها الفاليو، ساعتها لما تيجي تفتح ده مش هيلاقيه. ليه بقى؟ لانه اللي عنده في علامه استفهام جوه الداتابيز صح، انما انت هنا ما عندكش علامه استفهام في اليو ار ال. طب ايه الحل بقى في الوقت ده؟ الحل بقى ان انا كان لازم اعمل بالشكل ده ان انا اقول له اعمل لي لايك لو لقيت التايتل دهوت في اول الكلمه او في اخر الكلمه. فهمت كده؟ يبقى ده معناه ان هو هيشيل علامه الاستفهام دي خالص، حتى لو شالها بقول له دور لي وتجاهل العلامه دي دلوقتي مش مشكله تمام. لو لقيت 15 زي ما انت شايف كده الوات مودرن ويب ديفلوبمنت لوكس لايك ان ذا فيوتشر، لو لقيت كل الحته ديت بس ما لقيتش علامه الاستفهام خلاص ما فيش اي مشكله خالص. فهمت كده؟ طيب يبقى دي فكره ان انت ازاي هتعمل ابديت للسلاج بالشكل ده. فكرته زي ما قلنا تاني باختصار كده، انا دلوقتي لما باجي اعمل هنا لوب بحط هنا التايتل بتاعي هنا بعدله واعمله احول السبيس لشرطه، بعملها ازاي؟ بحاجه اسمها الهيلبر اللي اسمه اس تي ار سلاج. طب جميل. بعد ما بعمل كده المفروض ان انا اروح للراوت سيرفيس بروفايدر جوه البوت واقول له والله لو كان عندك حقن اسمه بلوج اعمل فيه ايه؟ هاته شيل لي منه الداش حط لي منه السبيسنج ابدا اعمل لي بالالكوانت هات لي البلوج اللي اسمها بالشكل ده او التايتل بتاعها بالشكل ده ورجعها لي اعمل لي ريتيرن ليها. فهمت؟ اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاع المقاله دي تحت الفيديو في وصف الفيديو. ان شاء الله نشوفكم على خير الفيديوهات اللي جايه، وان شاء الله الناس تستفاد. ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه لو انت ما كنتش لسه عامل سبسكرايب. نشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.